هو الفوج الأول بالتشارك مع الأونروا. الدورة كانت بتضم 29 متدرب ومتدربة، الهدف منها مساعدة الخريجين الجدد على إيجاد وظائف مناسبة تلائم تخصصهم وميولهم من جهة، من جهة ثانية تساعدهم على تقوية زيادة الثقة بنفسهم، وما بعد دخولهم إلى العمل كيف يكون إنجازهم إنجاز متميز ومتقدم. هي على مستوى فلسطين كاملة، عقدنا مجموعة من الدورات في الخليل، مجموعة في بيت لحم، في القدس، في رام الله، في نابلس، في طول كرم وهكذا. أنا جيت لهذه الدورة عشان أكتسب مهارات ممكن إنها تحسن لي، تحسن وضعي لما إن شاء الله أسلم من الوظيفة. فكل الشكر للمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف اللي تنسقت عن طريق الوكالة، اللي إن شاء الله عن طريقها رح ندخل سوق العمل. لذلك إحنا بنأمل من جميع المؤسسات والشركات في طول كرم إنها تفتح لنا أبوابها، ونشكر جهودهم ونأمل منهم إنهم يضاعفوا جهودهم عشان يوقفوا مع الخريجين اللي هم في ازدياد كل سنة، ويجدوا لنا إن شاء الله فرص عمل مناسبة للجميع وللتخصصات اللي كل يوم بتزيد وبتكون جديدة. وكمان الشكر للأستاذ رضوان ياسين اللي وقف معنا، اللي أثر علينا إن شاء الله، مش رح ننسى معروفه إن شاء الله. استفدت منه كثير شغلات مثل اتصال والتواصل داخل المؤسسة، كيف أنظم وقتي، كيف أكون على طريق متساوي مع مديري، كيف إني أكون أفضل موظف داخل المؤسسة، أحفز أعمل طموحاتي. الدورة هذه أعطتنا خبرة إحنا خلال 4 سنوات من الدراسة ما اكتسبناها، بس هون خلال أسبوع فترة قصيرة جدا أعطتنا اللي ما قدر نكسبه خلال 4 سنوات.